يعني اليوم انا اطير للرمادي وذاك يروح الكردستان وذاك يجي من الحنانه وهذا يروح للكرخ وذاك يجي من الرصافه وعدكم هم مرشح جديد من رئاسه الوزراء من النجف، اقعدوا كلكم ست سبع قيادات، هسه انا ما اريد اقول زعامات لانه هذا الموضوع يستفزني، واتفقوا اتفقوا. هكذا هو العمل بالسياسه، لما شعبكم يشوفكم بهذا الشكل يقتنع انه ممكن يطلع منكم شيء. الخلاف هذه المره قد يكون مؤذيا للجميع، وعندما تصل الأمور إلى مثل هذه النتائج وقد ينسحب تأثيرها إلى الشارع، فإننا نقف من أجل وحدة العراق، نقف من أجل منع الدم. وإن كانت لدينا ملاحظات كثيرة على الجميع، الأخبار هنا وهناك تقول أنه الآن هنالك تقارب كبير ومن الممكن أن يدخل في الجلسة القادمة البيت الشيعي موحدا، ونحن نتمنى ذلك. ولكن الذي نؤكد عليه أنكم لا تلتحموا ولا تتحدوا كأخوة يوسف، هذه المرة حكموا ضمائركم من أجل العراق وليس من أجل المصلحة، حتى تعبروا مرحلة لتخططوا فيما بعد من سيقع بمن ومن سينتصر على من. أنا أعرف أن هنالك تكتيك بالسياسة، لكن التكتيك لا يكون على حساب المبادئ ولا على حساب الثوابت. اليوم هنالك حوارات من نوع آخر على مرشح رئيس الوزراء، السيد العامري طار إلى البيت الكردي وحط هناك، وبدأ يقال الأخبار كما تصلنا أنه يناقش ترشيح السيد العبادي ومدى أن يرشح السادة الكرد أو يصوتوا له. لا بس مو مشكلة، وتطرح أسماء أخرى من أجل هذا في سبيل أن يصلوا إلى توافقات. هذا النظام هو الذي جعلنا أن يتعاملوا بهذه الطريقة. طيب لماذا لا يكون هنالك طاولة مستديرة تجتمع أو يجتمع القادة كلهم ويناقشوا الأسماء، بدل ما راح فلان وإجا فلان وقعد فلان، الآراء تكون مفتوحة ويشهدوا شاهدا بينكم على ما تتفقون عليه. يعني اليوم أنا أطير للرمادي وذاك يروح الكردستان وذاك يجي من الحنانة وهذا يروح للكرخ وذاك يجي من الرصافة وعدكم هم مرشح جديد من رئاسة الوزراء من النجف، اقعدوا كلكم ست سبع قيادات، هسه أنا ما أريد أقول زعامات لأنه هذا الموضوع يستفزني، واتفقوا اتفقوا. هكذا هو العمل بالسياسة، لما شعبكم يشوفكم بهذا الشكل يقتنع أنه ممكن يطلع منكم شيء.